أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في سلسلة دراسة جديدة بعنوان عظة المسيح على الجبل. وهذه العظة تعتبر أشهر عظة علمها أو عرفها التاريخ من أعظم معلم من الرب يسوع المسيح. وهذه العظة قالها يسوع المسيح على هذا الجبل، يسمى جبل التطويبات، ونحن في نفس الكنيسة تسمى كنيسة التطويبات على الاسم طوبة من إنجيل متى الإصحاح الخامس. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح أتكلم عن خلفية طبعا هذه المنطقة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، رح تكون دراستنا عن عظة المسيح على الجبل. قبل ما نبتدي نتكلم عن أعظم معلم، عن أعظم تعليم، حابب أعطي خلفية عن هذه المنطقة. احنا بنعرف أن يسوع كان موجود في الناصرة وترك الناصرة وجاء وسكن في هذه المناطق، بالتحديد في كفر نحوم، لكن كان يجول يعلم ويكرز ويشفي. فهذه اللي كانت المناطق اللي بيتحرك فيها الرب يسوع المسيح. واحدة من هذه المناطق وهذا الجبل في عظته الشهيرة، العظة على الجبل، جبل التطويبات. وأنا موجود حاليا في الكنيسة طبعا عند المدخل. هذه الكنيسة جميلة من جوا ومن برا، ذات الأعمدة الجميلة التي تزين هذا المكان، وأيضا داخل الكنيسة الشكل المثمن نسبة إلى 8 تطويبات اللي ذكرها الرب يسوع المسيح في الإصحاح الخامس من إنجيل متى. المسيح كان بيتحرك في هذه المناطق. خلي بالك إنه ظروف البلاد كانت تحت الحكم الروماني. هذه المنطقة كان بيحكمها هيرودس فيليبوس، أخوه لهيرودس أنتيباس. هذه المنطقة كانت تعتبر يعني مسالمة نوعا ما أو هادية نوعا ما. شيء آخر إنه هذه المنطقة كان فيها طريق رئيسي يسمى فيا مارس، طريق البحر اللي كان بيربط قديما بين العراق وبين مصر. وطبعا هذه الأراضي المقدسة كانت تعتبر مثل ساندويتش، يعني موقع استراتيجي مهم جدا بيربط 3 قارات في بعض. فالمسيح طبعا اختار هذه المنطقة من ناحية استراتيجية، لأنه كان في سياح وفي تجار بمروا من هذا المكان بشكل مستمر. عدا عن الطريق الرئيسي كان في مجامع يهودية في معظم المدن حول بحيرة طبرية، وجزء كبير من هذه المدن كانت شمال بحيرة طبرية. لأنه كانوا تحت الحكم الروماني فكان في كتائب رومانية وقواد مئات اللي بيحرسوا المناطق من مكان إلى مكان. الخلفية طبعا أنه كان كتير ناس مزدحم حول هذه المنطقة، حوالي 9 مدن رئيسية، عدا يمكن مش أقل من 200 قرية في هذه المنطقة، منها المجدل عند طبعا ساحل جنسرات، المجدل اللي هو أجاءت منها مريم المجدلية، كفر نحوم اللي كانت مسرح الأحداث لتعاليم ومعجزات الرب يسوع المسيح، وكانت طبعا وطنه الثاني، الطابغة اللي هي مكان إشباع الآلاف، في بيت صيدا اللي أجا منها التلاميذ مثل بطرس وأخوه يوحنا وأخوه، في كنائس كتير حول البحيرة منها كنيسة التطويبات، كنيسة الرعاية لمار بطرس وين المسيح ظهر للتلاميذ بعد القيامة. فبتشوف أثرات وبصمات المسيح في كل مكان في هذه المنطقة. وطبعا المعجزات بتشهد عن عمل يسوع المسيح، اللي على مشى على الماء، هدأ العواصف،
أشبع الآلاف، أخرج الشياطين، شفى المرضى، علم أجمل التعاليم، وقال أقوال لم يقلها أحد. فلكن كل الظروف السياسية كانت متعبة بشكل عام، لأنه كانوا تحت الاستعمار الروماني. من ناحية تانية الخلفية الدينية كان في فئات كتير من المتدينين، وطبعا المسيح كان بهاجم مظاهر التدين الخارجي أو أشكال التقوى الخارجية دون الجوهر. لكن ما بننسى جمال المنطقة، بحيرة طبرية، وجمال هذا المكان اللي الرب يسوع المسيح اختار إنه يتكلم بعظته على الجبل. ابقوا معي، سأواصل حديثي عن الخلفية بعد هذا الفاصل. The Gospel of Matthew, as it talks about who the audience is, it says that Jesus had been working many, many amazing miracles, healing illnesses, delivering people from demons, curing epilepsy, all kinds of things, and that his fame had spread far and wide. So many people were coming from all parts of the country, all of the various regions, to hear him speak. And when he saw the people gathering, then he took his disciples aside and he brought them up onto the mountain to teach them, with the audience down below as part of it. But really what he wanted to help do on the Sermon of the Mount was to help his followers understand what it meant to be part of the kingdom of heaven, what it meant to be part of his understanding of God's movement in humanity on earth in the present time. في أيام المسيح كانت هذه المناطق مزدحمة. كان من الجهة الأخرى في منطقة الحمة السورية، المياه الساخنة، وكانوا يأتون بالمرضى من كل مكان، حتى كان بيأمنوا أنه بيستشفوا من هذه المياه. لهذا السبب نقرأ عن أعداد كثيرة وغفيرة من المرضى اللي كانوا يجوا ليسوع، يمكن وصلوا إلى حالة إنه ما فيش شفاء، لكن شافوا في المسيح إنه هو الطبيب وهو الشافي. فكانت الجماهير تزدحم من كل المناطق المحيطة، من سوريا، من الساحل، من سور وصيدا، من الديكابوليس، من العشر مدن، حتى جاءوا من اليهودية، من منطقة أورشليم ومن عبر الأردن، وهذه المناطق التي كانت تعج بالسكان بسبب الظروف طبعاً المعيشية الاقتصادية، مناطق خضراء للزراعة، زراعة القمح. وما ننسى طبعا بحيرة طبرية، هذه هي البحيرة المشهورة. بحيرة طبرية نسبة إلى تيباريوس قيصر، بناها هيرودس أنتيباس تكريما وتخليدا لاسم تيباريوس. لكن الاسم المشهور في هذه المنطقة كينيرت، بحسب الكلمة في العهد القديم تعني الكنار. الكنار تشبه الآلة الموسيقية، ولأنه كمان في أصوات عزبة، إذا يمكن تسامع أصوات زقزقة العصافير، فهذه المنطقة كلها بتحيط فيها الأشجار الخضراء الجميلة. واحدة من الأسماء أيضا بحيرة الجليل، من كلمة جليل تعني دائرة، لأنه كان في مدن وقرى كثيرة حول بحيرة طبرية. ثم أحبائي، هذه البحيرة تسمى بحيرة مش بس الجليل أو طبرية، تسمى بحيرة جنسرات نسبة إلى ميناء جنسرات، وإحنا منحب نسميها بحيرة يسوع. جمال المنطقة كتير كتير حلو. إحنا طبعا على جبل، وهذا الجبل يعلو 150 متر فوق سطح بحيرة طبرية، لكن 62 متر تحت مستوى سطح البحر، يعني البحر الأبيض المتوسط. ليه؟ لأنه كل المنطقة تقع في الشق السوري الأفريقي، اللي بتبتدي من جبال طورس في الشمال، شمال تركيا، وبتنتهي في بحيرات فيكتوريا أو شلالات
فيكتوريا في الجنوب في أثيوبيا، عند أثيوبيا، والمنطقة كلها منطقة غور الأردن، وطبعاً بحيرة طبرية 212 متر تحت مستوى سطح البحر، لكن إحنا على جبل 150 متر فوق بحيرة طبرية، 62 متر تحت مستوى بحر الأبيض المتوسط. هذه البحيرة الجميلة اللي لقت كل الأحداث اللي منقرأ عنها في العهد الجديد. هذا الجبل يسمى جبل التطويبات. طبعاً الكاثوليك اشتروا كل الجبل، وهذه المنطقة تابعة لرهبات الفرنسيسكان، وبنيت هذه الكنيسة فوق تشابل، كنيسة صغيرة مكتوبة في كتابات واحدة راهبة كان اسمها إيجيريا من القرن الرابع، اللي كانت سايحة بتزور كل المواقع الكتابية، واليوم بنعتمد على كل الكتابات اللي كانت بتشرح عن هذه المنطقة. قالت إنه كان في مغارة صغيرة مرصفة بالفسيفساء، وكان العباد بيجوا بيصلوا في هذه المنطقة عند بحيرة طبرية. هذه المنطقة جبل التطويبات هو الجبل اللي تكلم منه الرب يسوع المسيح في عظته الشهيرة على الجبل. فأنا بدعوكم أن تستمتعوا معي في دراسة هذه الحلقات اللي بتدور حول كل موضوعات العظة على الجبل، ورح تكون بشكل مستمر. أنا بصلي إنه هذا التعليم فعلا يكون بركة لحياتك. أختم بشيء، إنه هذه المنطقة كانت من ضمن مخطط الرب. هذه المناطق الشمالية أخذت إلى السبي الأشوري أولا في سنة 722 قبل الميلاد، فالنبي إشعياء اتكلم بنبوة مستقبلا قائلا عن أرض زبلون ونفتالي اللي إحنا المناطق الموجودين فيها، مكتوب يعني الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. فكان بالحري نور المسيح من المعلم الأعظم اللي كشف عقول الناس وكشف الإرادة الإلهية للناس، وهذا التعليم كانت بمثابة تغيير في حياة الناس، شيء جديد شافوه، شيء جديد اتعلموه، وانبهروا في هوية يسوع وفي شخصية يسوع المؤثرة والمغيرة. عزيزي المشاهد، واحنا بندرس هذه السلسلة، انا بصلي ان رب يفتح ذهنك وقلبك حتى نفهم الحقائق الإلهية، الحقائق الكتابية، والرب يباركك. أعزائي المشاهدين، بصلي من كل قلبي أنه استفدت واستمتعت من الخلفية عن هذه المنطقة. الخلفية عن هذه المنطقة بتعطينا وضوح أكثر عن خدمة يسوع وأعمال يسوع في هذه المنطقة. مثل ما ذكرت أنه هذه المنطقة واحدة من أحب المناطق على قلبي، بعتبر شبابي أو طفولتي وشبابي قضيتها في هذه المنطقة. خليني أزيد فكرة، أقول إنه فعلاً لما بتيجي إلى هذا المكان بتحس في حضور الله. ليس طبعاً الكلام عن حجارة، فالحجارة تنتهي وكل شيء سينتهي، لكن مجرد إنه تفكر إنه يسوع مشي على هذه الأرض، تلاميذ المسيح كانوا موجودين في هذه المنطقة، أكيد بتعطيها لمسة خاصة ورونق خاصة. وأنا بعتبره هذا شرف وامتياز إنه أكون في نفس المنطقة اللي علم فيها الرب يسوع المسيح. أنا بصلي وإحنا ندرس العظة على الجبل إنه تبتدي تنتبه لكلمات يسوع المؤثرة والمغيرة. إلى اللقاء، والرب يباركك.